حلو ولطيف ولذيذ وخفيف كده عليكم ان شاء الله. زي ما قريتوا في العنوان، النهارده هتقضوا معايا يوم اجازتي. يوم اجازتي ده بقى بخليه مختلف وبفصل فيه عن اي حاجه، سواء خروجات او اي حاجه او شغل او تصوير. في الكومنتات لو عجبك الاضاءه دي والتصوير ده والزاويه دي قولوا لي، واكتبوا تحت في الكومنتات هنستمر عليها، وبغض النظر عن الاناناس اللي انا عاملاها بس عادي. هتسألوا ليه احط فازلين؟ لو انتي بتعاني من الحتت دي ليه كده هنا وهنا بتقشر او بتعمل جفاف، تقدري تحطي بعد المرطب فازلين. الليب بالم دي حلوة قوي على فكرة. وبس كده خلصت الروتين بتاعي. طبعا لو احنا خارجين بنحط سان بلوك، بس انا قاعده في البيت فمش هحط. تعالوا نفك الاناناسه دي، ولا مش عارفه اخليها. انا عامه يعني بحب اقعد في البيت كده، ما بحبش يعني ادور بشعري هنا كده، حاسه شكلي حلو اصلا يعني. وعادي انتوا تعودوا عليا بقى وخدوا عليا بالمنظر ده، في الوقت ده المنظر اللي انا بدور بيه في البيت عادي جدا. بصوا شعري بيبقى زي الاناناسه كده. ودي على فكره الطريقه الصح اللي هم شعرهم كيرلي علشان يعرفوا يناموا. انا ربطها اصلا بتوكستان. فدلوقتي هنفطر. طبعا ما قلناش في بدايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك والشير والكومنت بتاعكم اللطيف. عملنا الفطار، عملت شوفان وعليه لبن وعليه زبادي يوناني وطعمه بجد خطير يا جدعان. هاي، قول لهم هاي، قول لهم هاي. هنا 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 هنا، قول لهم هاي. عملت شاي بالنعناع. النهارده حياتنا كلها هتبقى في الاوضه، ماشي؟ اليوم كله كده هيبقى في الاوضه. فالمفروض اصلا الاوضه اصلا مكركبه يعني. انا لو وريتكم، لو قلبنا الكاميرا الاوضه مكركبه وعايزه تتوضى. المهم احنا فتحت اللاب عشان انا اقعد نشتغل عليه شويه، وبعديها عايزه اقوم اخد شاور، وعايزه هنجهز سوا عشان عايزه انزل اشتري شويه طلبات. المهم انا دلوقتي المفروض ان انا هبدا اجهز الشغل بتاع الاسبوع اللي جاي. فتعالوا واقول لكم هنعمل ايه وبجهز ازاي، وعشان تنظمي وقتك وتستغلي كل الوقت اللي في اليوم. مش عارفه اعمل ايه، بس الفيديو فصل وانا بصور يعني، وما تسجلش يعني، اللي هو فصل وما سجلش. مش عارفه اعمل ايه. حط بلاشر بتاع ميه سينما كده. على فكره احب اقول لكم البلاشر ده حلو قوي، درجه 207. بصوا البيجمنتيشن بتاعته عامله ازاي. بصوا اللون، انا حاطه منه خفيف عشان ما يبقاش على الصبح كده تقيل. هو اصلا شايفين اللون بتاعه عامل ازاي. روحت وجبت طلباتي وجبت حاجتي عشان اما يعني اتفرج بالليل على المسلسل. في المقطع بقى اللي هو ما تسجلش ده، كنت بقول لكم ازاي بنرتب وقتنا وازاي بنظبط يومنا، وازاي انا بقول لكم بعمل كل حاجه في يومي وكمان بخلي وقت لنفسي. فتعالوا بصوا، اول حاجه النوت بوك دي، هاتوا اي نوت بوك ومع بدايه كل سنه ابداوا اكتبوا كل اهدافكم. انتوا عايزين مثلا تحققوا كذا وكذا وكذا وكذا، فاكتبوها بالاولويات طبعا. زي ما انا عملت وكتبت كل حاجه فيها. مع نهايه السنه يعني ببدا بقى افتحها واشوف هل حققت الحاجات اللي انا كتبتها، هل عملت يعني، هل بقى كنت بعمل فعلا التو دو ليست اللي انا كنت بكتبها دي ولا لا. فدي بقى انا بخليها كده محتفظه بيها وبكتب فيها كل يوم. طيب بظبط بقى شغلي ازاي. بصوا ده بقى الكشكول ده، بعمل بقى فيه كل حاجه. طبعا في الحته اللي اتمسحت طبعا انا كنت كتبت وظبطت كل حاجه اصلا.
حضرت لكم الثلاث فيديوهات بتاع الاسبوع اللي جايين. لا دلوقتي اخد شاور بس مش هغسل شعري، بس تعالوا اقول لكم انا بعمل ايه قبل الشاور اشارككم. يعني على فكره كتر غسيل الشعر بيسبب جفاف للفروه وكمان بيسبب قشره وبيسبب تساقط، فحاولوا قللوا من غسيل الشعر. هي مره المرتين خالص يعني، ما تزودوش عن كده. انا سواء بعمل كده وسواء كده، يعني انا الاسبوع ده غسله مره واحده. اول حاجه بعملها وهو الحمام زيت ده بتاع مع مش بصوا يا جدعان انا ما بعرفش انطق اسمه، بس هو ده شكله، ده اصلا هندي تمام، حلو جدا، بيطول الشعر وبيقلل من تساقط الشعر وبيرطب الشعر حلو جدا. بس وانتي بتعملي حمام الزيت بلاش تحطي كميه كبيره قوي، لان الكميه الكبيره هتحتاج اصلا ان انتي تقعدي تغسلي شعرك اللي في ايدك وعلى شعرك والباقي اللي في ايدك على الفروه. بعد كده بغسل شعري بتاع شامبو لوريال بالهايلورونيك اسيد اللي هو ده، برضو انا معرفش فيه حوار الكاميرا مستفزه كده ليه، بس ما علينا. بغسل بالشامبو ده اللي هو بتاع لوريال، وبستخدم البلسم بتاعهم برضو. اللاين ده حلو قوي، بيرطب الشعر حلو جدا، وبصراحه انا حبيته، فدول حلوين قوي. وبعد كده بعمل حمام كريم بتاع بايو سوفت، بغض النظر عن شعري، بتاع بايو سوفت اللي هو بجوز الهند. يوم الاجازه بتاعنا فبندلع نفسنا على الاخر، انا بدلع نفسي قوي وخاصه في الشاور باخد راحتي جدا، وسلام بقى لو بغسل شعري. فاكرين طبعا اللي هي الاسفنجه، الاسفنجه الكوري دي، بصوا ده عيبها يعني انتوا شايفين، يعني هي لما بتنشف بتنشف قوي، بس اول ما بتيجي تحت الميه بتبدا تبقى طريه، بتطلع بلاوي بجد، بتطلع بلاوي. دي شبيهه بفينوس شويه، فهي حاساها تبقى حلوه، فهجربها وبقول لكم رايي. ده كده. بعد طبعا ما بطلع برطب جسمي بجلايسوليت، لان المرطب ده حلو جدا للبشره الحساسه، ولو انتي بعد الشيفنج بيطلع لك حبوب او بشرتك بتتحسس حطي جلايسوليت، لان هو بيهدي جدا من التهيج اللي بيحصل في البشره. رجعت لكم، خلصت الشاور، وبجد الشاور الدافي ده بيهديني قوي لما بكون متضايقه بدخل اخد شاور. فطبعا انتوا عارفين اللي ضايقني حوار ان البتاع فصل، فولعت الاضاءه بحس ان الدنيا تظبط شويه، بس انا يعني بصوا الفيديو هتلاقوه بيعمل كده اهو، معرفش ليه. المهم حضرت الاكل، تعالوا اوريكم اهو، بجد ما كملتش معايا حرفيا نص ساعه. يا لهوي دي طعمها خطير. بس كده خلصنا اليوم بتاعنا، مفيش اي حاجة تانية هتتعمل بصراحة، كلنا وهزرنا ولعبنا وظبطنا الدنيا. بس كده بتمنى تكونوا اتبسطوا معايا في اليوم وقضيتوا معايا يوم حلو، واتمنى يكون يومكم فعلا كان حلو، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وهستنى بجد رأيكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.